صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الجواب عمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي بل كان متعلما، ويفسر كلمة أمي الواردة في القرآن بكلام آخر؟ والله إذا كان النبي يصدق هذا ونكذب قول الله جل وعلا النبي الأمي، إن كان النبي يصدق هذا المتخرف ونكذب الآية، هذا كلام لا يجوز ولا يليق. النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا لما قال له الملك اقرأ قال ما أنا بقاري، قال ما أنا بقاري، فالله علمه بدون الكتابة وبدون علمه سبحانه وتعالى بدون الكتابة، وعلمك ما لم تكن تعلم، والتعليم ليس خاصا بالكتابة، الكتابة إنما هي طريقة من طرق التعليم، والتعليم له طرق كثيرة. نعم.